والله اليوم الصبح ثلاث بمبات والله لا ثلاث بمبات شردوا والله ثلاث بمبات شردوا ثلاث بمبات جبناه والله جبناه بعد كلام الأستاذ عبد الكريم خلف واستخفافه بالمتظاهرين ويقول ماكو شهداء ما أعرف حضرتك وين عايش أنت من قاعد تقول دكتور نبيل أنت بعمان وأنا بالعراق أنت أصلاً جاي لهنا تدري شكو قطعنا شارع إحنا سوينا قطعنا شارع قوات الأمنية شعليكم أنتوا أنت جاي تحمونه أنت جاي تقمعني هنا شنو نط شهداء على شنو إحنا على مدخلكم شو مو على إحنا عدنا مطالب انتوا استخفيتوا بينا نقول الريد رئيس وزراء مستقل مدى تسمعون مدى تفتهمون كافي عاد يعني العالم ملت الى متى عفنا شغلنا عفنا عوائلنا كافي حسوا على نفسكم شنو مو عراقيين انتوا شنو مو عراقيين والله بالنسبه للقوات الامنيه يعني احنا تفاجئنا بصراحه يعني البارحه اول شفت يعني الجيش كانوا واقفين بعدها دخول قوات الشغب بعدها قوات الاتحاديه هسه اريد نباع منو يانا منو علينا يابا احنا مو عراق مو شايلين علامه ونمشي قدامك هسه منو بس الله بقى يانا ترى كلهم علينا من الاخير التطورات اللي صارت هي عباره عن مجرد نريد نخلي العالم والحكومه اللي هي اصلا ما جاي تسمعنا وما جاي تباوع على مواطنيها انه احنا طلعنا ثوار من 1/10 ولحد هذا اليوم نريد وطن نريد حياة كريمة حالها حال أي إنسان عايشها بهاي الكرة الأرضية من ردنا وطن طلعنا ما حد دارنا بال خلوا الولد والشباب نايمة بالبرد والحر وما حد دار لهم بال طلعنا ان نقطع الطريق مو قطعه انه اذيه الناس ولا احنا طلعنا نحرك تاير على مود ناذي الشارع ولا طلعنا على مود ناذي الدوام ونمنع التعليم بالعكس احنا نريد نطور التعليم نريد نخلي التعليم يوصل لاقوى مستوياته على مود نخلي شبابنا واطفالنا من يكمل جامعه انا احكي وياك مهندس نفط وعندي 4 لغات قاعد حاليا اي شغل ماكو ما اريد اخلي ابني يروح المدرسة ويدرس وادفع له فلوس اهلية بمدارسهم اللي هم مسوا مدارس اهلية وخلوا الحكومة بادنى مستوياته بالنتيجة يريدون يخلون البلد بدون اي تعليم واي خدمات عامة احنا مو قصدنا يعني نسد التعليم قصدنا نوقف الحياة يعني مؤقتا على مود نسوي حياة أفضل من اللي هم يريدون يسووها ويطلعوا رسالة يعني من مواطن من إنسان من عراقي من كل هاي الشباب طلعوا أنت ما جاي تقدر أنت ما جاي تقدر تقدم أنت إنسان جبان وبس المادة والفلوس ما عندك ضمير ما عندك حي ما عندك حب للوطن اطلع أخذت فلوس هواي بقيت كافي اطلع والله تعبنا انا شنو ذنبي انا مهندس نفط خوذه ودرع وقناع واركض من الصبح الليل على اي اساس ليش اطلع كافي اطلع هاي رسالتنا القوات الامنيه يا الشرطه الاتحاديه انتم وقفتوا قبل وبداعش ورفعتوا روسنا قدام العالم ليش هذا هاي شبابكم واحنا نفسنا ترى نفسنا العراقيين ما جينا من برا واللي يقول لك جوكريه واللي يقول لك امريكان خرب الامريكان وخرب ايران وخرب اي دوله خارجيه تاذي العراق احنا شباب العراق احنا نحب العراق باوع علينا يا شرطه الاتحاديه يا جيش العراقي يا فوج الخامس يا الطوارئ الفوج الاول ليش هيجي ليش ترمي على البشر هيك رصاص حي هيك قصي ليش حتى لو عندك امر اطلاق النار تطلق بالجو اذا انت شريف وتقول انا عراقي ومؤدي الرساله ومؤدي الواجب الوطني اذا انت شريف هاي الرساله القوات الامنيه احنا تاذينا يعني احنا ذول الشباب جاي انا اعيش حالتي ثقين بالحسين شاب وجامعة 2000 ما عندي يعني انا من جاي اطلع مظاهرات مثل يعني شقيت هنا ابو تاج واطلع الجور اللي جاي نطلع ونموت بسبين حصل على وطن ومثل حصلت على وطن شو محصل من يمه انا تأذيت مو بس انا هاي الشباب العالم كله تأذت يعني الى وين انا ابقى اعيشا واباوع العالم واتمنى اصير نفس الدول ليش
انا انسان عراقي المفروض اعيش احسن عيشه، ليش يعني هيك؟ اذا يعني وين 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 بعد توصل بينا؟ يعني الاحزاب ضدنا، الحكومه ضدنا، الخطف، الجور، الجوع، البر، تاذينا اكثر من اللازم. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. مشكورين. طبعا حكي الحكي اللي حكوه الولد حاكينا الاف مؤلفه قبلهم وكلها ندري بالجوع والظلم والفساد. هالمرة أريد أوجه رسالة تحدي لمن؟ للطبقة السياسية هاي الموجودة وبالرؤساها اللي هم نور المالكي والحزاب مالكي وهذا العامري والحلبوسي والمدري منو. أكو أحد منكم يحبهم؟ لا ماكو ماكو، هاي الشعب كله كرهكم ما يريدكم. رجال عندي أنا ماجستير هندسة مدني، يعني أثقف منك يا نور المالكي وأثقف منك يا هذا العامر اللي قاعد تحكمون العالم ودمرتوا العراق. خوش صاركم 16 سنة، أتحداك أنت هذا العامري نور المالكي غيره وغيره وغيره، شكو واحد استلم منصب نائب وزير حكومة، أتحداك شغلة واحدة تطيني بالعراق شيء واحد زين، واحد تعليم مو زين، رياضة مو زين، إعمار مو زين، تبليط مو شيء واحد. هسه أنتوا عم أتحداكم طوني شيء واحد زين. 16 سنة ماكو شيء واحد شيء واحد زين بالعراق، ماكو بس بالبوق. أنتوا استادية هاي متين منها. خوش زين تقولوا لي ليش طالع؟ ليش ما أطلع؟ طوني شيء ليش ما أطلع؟ أعطيني سبب ليش ما أطلع؟ ليش؟ وظلم فساد كل شيء مو زين بالعراق. زين ايش منتظر؟ انا هسه يقولوا لي ليش هسه طلعت؟ انا كنت صغير من انتم استلمتوا الحكم. احنا لو بهاي اعمارنا وانتم مستلمين الحكم سنه واحده ما نخليكم والله بعض. كتلتونا بال 600 والعباس هن فوق الالف، بس انتم تقولون 600 وبس. اليوم على هذا الجسر 5 شهداء يا خلف، انت تقول يموتون بس ما عليهم اطلاقات ناريه او غازيه، ما اعرف مين ميتين من القهر، ما اعرف شلون ماتوا ما ادري. شلون نرجع للبيت بعد ما ترهم رجعه وما ترهم انتم تحكمونه؟ يا اخويا ما اريد منكم شيء، ما اريد منكم شيء، ما اريد نحاكمكم، ما اريد فلوسنا منكم. طلعوا وخلوا الحكم مو للشعب، واحد بس واحد يطلع، اي واحد من الشعب، اي واحد مستقل يحكم، يطلع يعطينا بطاقه تموينيه، يعطينا وظيفه، يعطينا الحقول والنفط اللي موجوده بالبصره، يعطينا احنا نشتغل بيها. ما اريد شيء بعد. ايران ختولن على ابو ايران، لا حتى امريكا، ما اريد اي دوله. احنا نطلع يقولون ذولا ويا امريكا عدو ايران. يا اخوي لا امريكا ولا احنا عراقيين. غريبه عليكم هاي السالفه، مال غريبه. ادري بيكم غريبه انه انتم عندكم فكره صعبه انه واحد بس عراقي مو ذي الفكره. هاي ما طاش عندكم، ترى صعبه مو صعبه عليهم؟ صعبه هو بس عراقي، صعبه حب العراق. هذا العامر جيت تحارب العراق ويا ايران، الله يعلم ايش قد كانت العراقيين. تجي تحكمنا طلبات هذا الشعب الثائر، هذا الشعب الفقير اللي قضى عمره كله يلم زباله وياكل. خل احكيها لا حد يزعل من عندي. احنا ناس كسبه، يوم نطلع نشتغل وعشرة ايام قاعدين، العائله تريد، الايجار يريد، ما عندنا املاك. انتو صار عندكم املاك، صار عندكم كل شيء، شبعتوا جيتوا بطيارات امريكا جابتكم عملاء. كافي، خلي الشعب يرتاح، ملينا من عندكم، ما بيكم واحد شريف هم مع العراق. انا عراقي، ابوي وام عراقيين، حليبي طاهر، ابوي وامي ينقتلون بالعراق وعوف العراق وما اطلع مظاهرات. ام داني، ام داي واحد، ام داي واحد يعوف الوطن ويروح ولاء الغير جهة. وتعرفون شنو الذيول؟ يعني امريكا، يعني ايران، وماكو دولة هسه بالعالم كله قدمت شهداء بقد العراق. ويطلع لي خلف افندي البارحة ويترزل رزالة، ها والقل لك يوم وتخلص، ها القل لك يوم وتخلص، قل الشارع صاير بيت القل لك يوم وتخلص، شارع صاير بيت القل لك تخلص. شكرا لكم، ونتمنى تنقلون الحقيقة هاي كل الإذاعات، كل من ينقل صوت الثوار الأبطال أخليه على رأسي ولو خاب لي يزحلك لين أقرأ. شكرا لكم. أنا مواليد 95، اصغر واحد جزء اكبر واحد بهذا العمر، كل شيء لا شايفه بحياتي، شيء لا شايفه من عندنا، لا دراسه لا تعيينات، كل شيء ما شايفين. هسه احنا شاب اريد اطلع بجيبي كلي تاس، هذا كله بجيبي ماكو 1000 دينار، جايين هنا ايش محصلين بهالدنيا؟
شو محصلين؟ لا تعيينات ابن بس اريد نسال سؤال. ابن البرلمان هسه نازل ويانا بالشارع يشوف هالبرد وهذا الحر والعالم والمطر، لا عايش مثل ما عايشنا. العماله صارت بهالوقت تعطي 25 يعطيك 12 ونص، الصعد تشتغل من الساعه 5 الفجر لحد الساعه 3 ما تحصلها، وصارت واسطات. ومع العلم هسه التعيينات هسه شاباني شباب احنا وفر، لا تعيين لا شغل لا عيشه لا واحد عنده سكن. ليش هاي الدول الخارج مو يطلع من بط امه يعطوك حتى راتب من عمره سنه لحد عمره يصير 18 سنه الى راتب ولا حقوق ولا احنا شنو مو بلد النفوط؟ احنا مو بلد النفوط. انا دا احكي لك ترى باعتبار اسم قاعد احكي لك، انا شاب هاي العالم وقعت مو يقولون عليها شنو ذولا سنه وقعت. احنا سئلا الى متى نصير بينا؟ الى متى؟ احنا جيل هذا الوقت هسه هذا عمي شايل الف، لو هذا شايل الف لو من شايل؟ ما حد شايل، فلوس ماكو، هاي العالم بس من هاي مصور ما عندنا حتى فلوس نروح نتعالج، ما عندنا فلوس. هسه خل مو يطلع واحد يقول خلي عمي نقتل عمي على الاقل نموت موته شرف، مو انت رايح تبوك ورايح غيرك نايم بالشارع بالمطار، ما تخلي حتى قيمه مال احترام. صار لنا قد مصرنا راح يصير، انا راح يصير لي من واحد عشرة من هسه صار لنا ست صار لنا اربع اشهر هذا ما محصلين شيء. عمي جيل والله تعبنا بالعباس تعبنا، المهم تشكي لا طافيه السنه شيعه، احنا مو على هذا الجيل. عم احنا نريد نمل حياتنا بصوره صحيحه، اريد اخر لا يقولوا علينا احنا نحرق ونسوي الحين مدسين احنا بس من غستك بس ما احنا لا عدنا من نوع الحرق، احنا جايين على نطور حقوقتنا. عم خلي يجي هسه الشباب بس اسمع بسمعني والله عم العظيم تعال في عيني قلت بل 40 بس انا من انا بس اسمعني وهاي الشهاده وقعد بس انا حكيت عن ضيمالي اقعد هسه اطلب من امي 1000 دينار اقول يا متى وانا مريض وانا مضروب برجلي من يطينا منو الدول كلها تقول علينا ماك احنا مو جيل احنا جيل على قلعه على بس خليش بس العالم ختموا علينا. عمي خلي رحمه عند الله ترى احنا مو يهود، اليهود احسن من عندنا صاروا. من حق اي متظاهر انه يتظاهر ويقطع الطرق بعواصم عالميه بفرنسا بامريكا بعواصم اوروبيه. كان من البارحه واليوم تعامل قوات الشغب مع المتظاهرين تعامل عنيف جدا، استخدموا الرصاص الحي واستخدموا القنابل المسيلة للدموع المحرمة دوليا. احنا البارحة استشهدنا احد النشطاء ويانا بالمفرزة وكان باستشهاده وقع واثر علينا يعني كلش حزين، يعني كلش احنا الان يوسف تعامل القوات كان عنيف جدا بحق المتظاهرين. وما اعرف اني ابو الشغب انت من دا تضرب على متظاهر هو بعمر ابنك يجوز او بعمر اخوك اللي اصغر من عندك وما رايد غير بس وطن، ما رايد من يريد وطن يريد تعليم يريد وظيفة يريد حياة حرة كريمة حالة حال أي شاب بالخليج أي شاب بدول أوروبا أي شاب تحية تركيا اللي بصفنا. شوفين من الواحد يروح ويرجع الحياة بيها غير حياة، ليش إحنا بالعراق وعندنا كل هاي الخيرات؟ أنا متظاهرة ما أقولش مسعفة، أنا أشارك بالطبخ لأن إحنا عندنا مفرزة بشارع الرشيد أساعد بالطبخ أكثر شيء. لكن اللي خلاني أجي أرد أشوف المكان اللي استشهد به يوسف وكل اللي موجودون وياي بالمفرزة، إجينا هنا شاركنا بتشيعة والآن خلص التشيع ورجعنا للمفرزة. أكيد التصعيدات راح تكون أقوى، أكيد الحكومة ما راح تلتفت لنا ولا راح تنتبه علينا، ويعني معتبرة أنه المظاهرات هذه عادي مظاهرات شباب طالعة تهوس وترجع للبيت. لا احنا نحب نقول لهم انه هذه مظاهرات مستقبل، مظاهرات لاجل التغيير، واكيد راح يكون تصعيد اكثر واكثر بس تحت اطار السلمية. ما عندنا غير السلمية واحنا اقوى سلاح عندنا هو السلمية. والله التصعيدات احنا مشينا على المهلة مال الناصرية، مهلة الناصرية 7 أيام طالعين الحكومة كل شيء ما سووا، لا دارونا بال لا، واحنا هنا بالتحرير وبكل المحافظات صارنا 4 أشهر نايمين، لا واحد قال يا بتكاتلهم البريد
منين ياكلون منين يشربون، عايفين بيوتنا لا شغل لا عمل. احنا هسه لا نطالب بتعيين ولا عم نريد وطن، بنولنا وطن وغن نقعد ونستقر. والله يقمعون بينا، واليوم استشهدوا عندنا اثنين ضربوهم بايد دخانيات ورمي حي، والاتحاديه همين انهم مقطع فيديو نشر على الفيسبوك يرمي قصيش على العالم. والله احنا كل ما يزيدون هم بالضرب احنا نزيد بقطع الطرق وكل شيء. احنا نريد نوقف هاي الدوله، الدوله فاشله، دوله كل شيء ما محصلين منها، مستمرين احنا لحد ما نموت. انا الشهيد القادم. قدمنا اخذ محمد القاسم لان هذا يشكل مكان كبير ببغداد ويؤدي الى قطع اغلب الطرق اللي طلع للوزارات موظفين الوزارات. التصعيد بعد انتهاء مهله الناصريه بدا، مو بس الشغب، كل الفرق اللي موجوده حتى اسوات وحتى مكافحه الشغب وفوج الطوارئ ضربوا برصاص الحي وضربوا الدخانيات، وحتى السلاح اللي كان هو عند المتظاهرين المصياده هم قاموا يستخدمون المصياده. ولحد الان من 5 إلى 6 شهداء، من ضمنهم الاخ الصديق عباس الكوخي اللي وحالته كلش صعبه هسه، نقلوه المستشفى الكفيل. قمع مستمر لحد هاي اللحظه، هسه وراي مبين انه جاي يضربون دخانيات ويضربون رصاص حي، بس الشباب الموجود هنا ابطال وما خايفين من اي تحدي، ان كان رصاص حي وان كان غاز. هم صامدين ويريدون يكونوا مستمرين على انه هذا محمد القاسم لازم يغلق، انه ضغط وسيله ضغط كبيره على الدوله انه تمنع وصول الوزارات الجامعات اللي موازيه عن طريق محمد القاسم. منفذ تصعيدي قوي جدا، احنا ما عندنا غير التصعيد السلمي اللي هي الضغط عن طريق قطع الطرق وقطع اماكن دوائر الدوله اللي هي ممكن يصعد التصعيد السلمي يوصل الى قطع الوزارات. احنا لحد الان ما لبونا ولا طلب واحد، انه مطالبنا اللي نطيناها لحد الان ما صار ولا مطلب من عندنا بشكل رسمي. كل المطالب اللي حتى قانون الانتخابات لحد الان ما مصادق عليه رئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه العفو. فما دام انه ما اكو تسويف بالمطالب اذا الاعتصام باقي لحد ما تنفذ المطالب بصوره رسميه، يلا تنتهي الاعتصامات. تعامل قوات الشغب هو مو تعامل، هو اصلا موضوع كليته قسوه وعنف، اصلا تعامل ماكو، مجرد بس قتل وموت. كل اللي يريدون يسووه هو قتل قتل قتل، ما اعرف يعني ليش شي. بس اعتقد ان هم غايتهم الوحيده انه يقتلونا، لانه رميهم بالرصاص رمي مباشر، الدخانيات رميهم مباشر على المتظاهرين. اعتقد يعني اذا هم يريدون يعني يقللون من الموجودين او حتى يبعدوهم، المفروض يرمون طلق بالسماء او يعني طلق يرمون باتجاه بعيد عن المتظاهرين، بس مجرد تخويفهم او الدخانيات يكون بعيد عنهم، مجرد تخويفهم مو مباشره على المتظاهرين. التصعيدات السلميه هو احنا ماكو شيء نسويه غير انه بس عند نقطع الطرق على مود نوقف السير مال السيارات. واعتقد اقوى شيء هو كان محمد القاسم، لان هو شريان بغداد الطريق الوحيد يعني اللي يؤدي كل الطرق الباقيه ويسوي ازدحامات، بالتالي هاي اكثر شيء راح ياثر على الحكومه انه توقف شريان السيارات المحمله بالبضائع، وراح يوقف شغل التجار، بالتالي راح تاذون الحكومه. اول شيء مثل ما تشوف قمع يعني ما اعرف بكل الطرق، يعني ناس هسه قبل شوي الزموم شمروا من فوق الجسر، قمع رمي حي على المتظاهرين، الدخانيات قنابل الدخانيه اذا تنضرب قدامك هسه من هذا الجسر ومن هذا الجسر، وهاي هسه الشباب كل الابطال هياتهم الثوار واقفين ومساندين لنا وحامينا، والناس الحمد لله والشكر هنا كلها ايد واحده، كل شيء متوفر لنا،
بس يعني القوات الأمنية ما أعرف يعني ليش مدى تساعد ما لها أي دور نهائيا يعني ليش مدى تساعد هاي الشباب ما أعرف هاي الشباب اللي صار لها تقريبا 88 89 يوم هم هنا على التوالي متواصلين ويا إخواننا اللي بالمحافظات فإحنا نريد حل يعني لازم أكو صورة حل لهذا الموضوع هي الخطوات السلمية إحنا معروف علينا من أول يوم إحنا خطواتنا سلمية الحمد لله وشكر بدينا مظاهراتنا بصورة سلمية ومستمرين بصورة سلمية وهذا التصعيد اللي يصير هو مجرد ضغط على الحكومة لا أكثر ولا أقل حتى تتلبى طلبات المتظاهرين فإحنا يعني الحمد لله والشكر السلمية موجودة إن كان شباب أو بنات أو عوائل كل الأطياف العراقية هنا متواجدة الحمد لله والشكر مستمرين وإيد واحدة ضد هاي الحكومة تعامل قوات الشغب تعامل سيء وغير جيد ابدا لان مثل ما دا تلاحظ صوتيات زائد دخانيات انه برصاص حي هسه قبلنا برصاص الحي ليش ترمي لي قصي ارمي لي فوق دا يرمي عشوائي على المتظاهرين مثل ما دا اشوف هاي الناس ملايين ملايين الناس هاي الصفحه من بدايه الجسر وذاك الجسر من ديك الصفحه هماتين هسه احنا كنا فوق على الجسر تفوت منا منين ميداناتنا حي دا يرمون حي القوات الامنيه يعني 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 هي نوب منتهكة هي نوب يعني تتعامل ويا الناس كأنهم أعداء كأنه إحنا إرهابيين يعني تتعاملهم غير جيد سيء للغاية خطوات اللي أخذناها إحنا اتخذناها هسه حاليا هي خطوات دولية هاي خطوات سلمية قطع الطرق الجزئي واتخاذ هذه الإجراءات حتى على مود اللي يشوفون دولة اللي صار لهم هاي الشهر الرابع هذا كل شيء ما سووا كل شيء ما عملوا ولا يحترمون المواطن لا يحترمون الناس لا يحترمون الشعب قتل سلب خطف للناشطين بالتعاون الحكومة ويا الأحزاب متعاونة علينا على الناس هاي الأبرياء دا التعاون وإن شاء الله يأخذون إجراءات هم بهاي الحالات وإذا ماكو تكون الخطوات بعد تصعيدية أكثر من هاي الخطوة طبعا مستمرين حتى تنفيذ المطالب كل المطالب مالت الشعب العراقي وأول مطالب هي اختيار طبعاً شخصية مناسبة للحكومة شنو الأسماء هاي يومية مطروحة بالساحة دا شوف تعال للساحات انت دا شوف الساحات شو يريدون على الساحات على نمط الساحة اجي انا اختار شخصية وافض المشكلة بس هذول ما يحبونه ما يريدون الوضعية هيش تبقى مستمرة هيشي لأنه يحبونه يخافون على مناصبهم على فلوسهم يحبون المال مالتهم ما يحبون هاي الناس والشعب أصلاً ما يديروا لبال ولا يحترمون المواطن نهائيا بس نتمنى من المواطنين هم دا يشوفون حاله يا اخي اطلعوا كثفوا الساحات كثفوا ليش هسه بس الطبقة الشباب موجوده والاغلبيه يعني الاغلبيه كلها شباب والطبقات يعني المسنه والهذا ما موجوده ما دا نشوفها ما ابد ما دا نشوفها نهائيا وتعقيبا على البارحه اللواء سياده اللواء عبد الكريم خلف شنو البارحه يقول الدكتور نبيل انه ماكو شهداء وماكو قتله هذا الرصاص الحي ده يسمعوه وهاي هسه شوفها هاي وين شوفها يا سياده اللواء شنو ماكو طلقات شنو ماكو حي نانا عمت ولونا البارحه بساعه بالتسعة بالليل موتوا العالم يجي هنا يضرب بالتبليط يضرب وتطفر الشظيه والرصاصه تطفر هيك ويش على الناس شنو يقول ماكو قتل وماكو شهداء وماكو عيب عمي عيب هو الدولة شلون خربت من هي هاي النماذج خربت هاي الدولة حرامات هاي الرتب والله العظيم حرامات ايش بتطيها الناس ما تعرف حتى تسولف وتحكي والله ماكو اي سلمية بالموضوع عبد طلق حي ومسيل دي يضربوا قصي ما يضربوا اللي فوق وكانت حتى الاسرائيليين يضربوا فوق هنا يضربوا قصي ماكو بدون اي رحمة يعني نقضي هاي الفتايل شوي نبتعد انه ويجون طلق حي ومحاصرين منا ومنا واحنا صارين بالنص ويجون منا ومرات من كذا اماكن انتقالات خاطف من تطلع من التحرير كل شيء حتى يدكون صيك كل شيء موجود والله نفس الاعداد باقين ونفس الاكل ونفس الهاي وما نرجع ابد لان اكو ناس قافله يساد ما يجي تلقاه ثاني عده ثار اخوه مقتول من الشغب تلقاه ابن عمه يعني ماكو واحد جاي هنا مرتاح ابد كل من عدى ثاره الحكومة لو ما عدى تعين لو تلقاه نايم بالشارع كله طلق حي تعاونك طلق حي احنا جايين سلميين اقول لك سلميه شايل علم عراقي يضربنا طلقه حي خطيه دكتور قبل شويه اخذوه البارحه الغروب ضربه ولد هنا دكتور خلاص ضربه طلقه ثاني جه كمل فوقه ثلاث طلقات براسه ليش؟ والله على المحلات بنزل مال الجسر وما شاله وانا وياهم وجابوا شمع حطونا شمع حطينا طابوق حطينا علم عراقي عليه يعني هذا مو وراء اهل وام
يعني قاعد نقول لهم طالب سلميه، احنا رادين تغيير، تغيير حكومه، يعني ابسط شيء يعني ما رادي شيء، وفروا لنا عمل 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 عمل. انا لا، انا بتدخل اني اشتغل عماله، اشتغل عماله عمال اراضي، بس اريد وطن. مستمرين احنا مستمرين، احنا ما تغير الحكومه، العشرون يعني هاي الشهداء راحت 1500 شهيد، وما اعرف كم واحد راح هنا، انا حسب راحوا قدامي يمكن بالعشره كبيهم، ومستمرين طلق حي علينا، وطبونا الساعه بالخمسه الفجر، هاي قبل ثلاث ايام ولا اربع ايام، ثلاث ايام طبونا من يوم الطيران على ساحه التحرير واحنا نايمين، والله العظيم، وجونا طلق حي ودخانيات، يعني هاي الدخانات شو تسوي بالبشر؟ من تكبر هاي ممكن تاثر علي بالمستقبل لو لا؟ عامل ماله مو زين ويانا، والصبح رموا علينا طلق حي، قلت لهم منا اربعه ومصابين، وكفوا خمسه فلشوهم. اعتقلوهم يعني، بعدين سيبوهم. وشلون احنا باقيين؟ ما نتراجع. ترى احنا مو دواعش حتى يواجهونا بهذا السلاح. هم يضربون طلق حي. ليش؟ ليش؟ يعني الرصاص هاي ترى احنا مو دواعش. احنا مو دواعش. صارين سلميين ونبقى سلميين. يواجهونا بهذا السلاح. باقيين احنا وما نتراجع. الممنوعة. الله لا يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. باقيين وسلميين. باقيين وسلميين. باقيين وسلميين. باقيين وسلميين. وعلى ان العراق موجود. ما هذا التفعدنا، ما لا طلق مالهم لا دخانية. هذا اليوم اللي واجهونا به، استيقظنا على الدخانيات وعلى الرصاص الحي. شوف شوف هذا الرصاص الحي، احنا طلعنا سلميين وباقين سلميين، قلنا لكم سلميين وبقينا بالتحرير، وما وجدنا كل مطلب للشعب العراقي، فلازم نطور اساليبنا السلميه، نقطع الطرق، نفوت الحالات الانسانيه، نفوت المريض، نفوت العوائل. شو نوقف؟ نوقف التريلات اللي هي راح تأثر على الميناء وعلى المصانع. بهذه الحالة من وقف أصحاب التريلات راح التجار يخسرون ملايين، راح يضغطون على الحكومة، راح يقولون نبذوا المطالب، وبالفعل راح ينبذون المطالب، وباقين إن شاء الله وما ننسحب، وما نقول لهم إلا ما قال علي: أباب الموت تهدّدوننا يا أبناء الطلقاء، فوالله نحن باقون، ونقول لهم إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، لا تخوفنا أدواتكم هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان، واقون إن شاء الله بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق. تعامل عنيف وماكو هيك ترى، يعني حتى باقي الدول ماكو هيك يتعاملون وياهم، ما مأذين ولا مسوين شيء، قاعد نطالب بحقنا، قاعد ندور وطن، ما قاعد نكتر ولا قاعد نبوق ولا قاعد ننهب، ماكو شيء يرجعنا وماكو شيء يخوفنا، احنا طالعين على قضيه، قضيتنا وطن، احنا نريد وطن، ما نخاف نستجد في دول الوطن. والله تعاملهم مو خوش تعامل، رصاص حي ومسيل مباشره علينا يطلقوه، يعني هو المفروض المسيل ينطلق بالجو بس هم مباشره علينا يصوبوا. احنا ردنا سد الجسر مال محمد القاسم لان احنا تعبنا، صارنا اكثر من 3 اشهر تعبنا ملينا، لا خالي رئيس وزراء لا مسوين شيء يخدم الشعب ويخدم هاي الشباب السلميه، تعبنا. يعني احنا دوائر الدوله جاي نقولهم لا تداومون، بس ولو 3 ايام على مود تتعطل امور الدوله، بس 3 ايام لا تداومون في سبيل هذا الشعب، والله العظيم ملينا تعبنا كافي. يقولون علينا مخربين، احنا شنو المخربين؟ سدينا شارع قلتوا مخربين، مني قطعون الكهرباء زين ما تقولون عليهم مخربين وما تقولون عليهم اي شيء زين، ومن يبقون فلوس الدوله ما تقولون عليهم اي شيء، بس لما نسد الجسر ها ونحرق تايرات تقولون هاي ضريتوا الشعب زين، صرتوا مو زينين. احنا اريد وطن، احنا كل شيء مريد، كل شيء مريد، بس نريد احنا الشعب العراقي كله يوقف ويانا، لان انا من طالع ما طالع واحده، طالع على مود الفقير وطالع على مود كل شيء، وطالع حتى على مود الموظف حتى يزيد راتبه حتى يصير باحسن حال. احنا شنو نريد؟ مستمرين بالاعتصامات وباقين هنا، واحنا الجسر ما نخليه بعد ينفتح، لازم نسده بكل الامور. وبالنسبه للتعامل الشغب ويانا، يرمي رصاص حي، البارحه انتم شفتوها يمكن رصاص حي كتل 3 من يمنا زين، شهداء الاتحاديه خاصه الاتحاديه يقولون انتم اخواتنا واحنا ما نسوي لكم شيء زين، ابو الاتحاديه يصعد على الهمر يرمي على المتظاهرين قص، ليش؟ شنو السبب؟ شنو سوينا احنا؟ قناه العهد تقول عصابه الجوكر، يا هم الجوكر، احنا عصابات بنات وولد شباب، احنا متظاهرين سلميين، نحرق تاير يقول علينا مخربين جوكر زين، قناه العهد والقنوات الغيرها كاف، والله العظيم ملينا كاف، استحوا، خلوا رئيس وزراء مستقل، خلوا رئيس وزراء يحب الشعب يخاف علينا، والله العظيم كاف ملينا تعبنا احنا. Oh!
تعالوا تعالوا بسرعه.